السلام عليكم. بداية أحب أبارك لعيال زايد قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني في الإمارات. الله يديم عليكم نعمة الأمن والأمان وعلى جميع بلاد العربية والإسلامية. قصة الليلة حصلت في عام 93، وين؟ في المغرب. هذه القصة كانت تلقب أيامها في الصحف والجرائد والتلفزيونات بفضيحة القرن. يعني هالقصة هذه كانت من أغرب القصص اللي مرت على المغرب، شيء صراحة يعني هول. شو اللي حصل؟ كان في 93 آخر إعدام تم تنفيذه في المغرب لشخص قال له الحج ثابت. وعلشان تعرفون القصة بالكامل راح أرجع فيكم إلى 3 سنوات قبل الإعدام في عام 1990، في مرة ينقال لها حليمة، سيدة وبنت عمرها تقريب 27-28 سنة. هذه حليمة ادخلت إلى أحد مراكز الأمن وكانت تبحث عن مدير هالمركز ينقال مصطفى بن مغنية. أول ما جت عند الباب تبي تدخل للمركز، ولا واحد توه طالع من المركز رجل كبير وكذا، قالت له السلام عليكم، لو سمحت أبي أقابل بن مغنية. قال لها ليش؟ شنو تبي منه؟ قالت أبي أقدم شكوى وفي يعني ناس انصحوني ما أروح إلا حق بن مغنية لأن الموضوع كبير. المصادف أنه كان هذا هو نفسه بن مغنية. بن مغنية في هاللحظة هذه لما شاف أن السيدة هذه ما تعرفه، وهو ذكي رجل أمن عنده خبرة عميد، عرف أن في شخص أرسل هالبنت هذه إليه بالتحديد. يعني ليش ما دخلت وقالت أبي أقدم شكوى؟ أي ضابط في المركز ممكن يستقبله؟ شمعنا بن مغنية؟ قال لها حياك تفضلي. خذاها إلى داخل المركز وبدأ فتح معاها التحقيق. شنو القصة؟ شنو الشكوى؟ قالت في شخص استدرجني إلى شقته لكن اعتدى علي وصورني كذلك. قال لها شلون استدرج؟ يعني كم عمرك انت عشان يستدرج؟ مستحيل انك رايحة يعني مو بقناعتك، خليك صريحة معاي علشان افهم انا شلون اقدر اساعدك. المهم اني منها قالت لي نعم انا رحت وياه، لكن تفاجأت انه مصورني وقاعد يبتزني ويبيني كل مرة أجي عنده ولا يفضحني وكذا، وأنا هالشريط هذا إذا انتشر راح يقتلوني أهلي، فالله يخليك وكذا وكذا. اللحظة هذه بن مغنية عرف ليش البنت جت عنده، لأن هذا العميد كان معروف عنه أنه سيده في القانون، يطبق القانون حتى على أمه وأبوه، ما عنده يم مرحمين، خصوصا لما يكون فيها بعض الأمور مثل واحد اعتدى على وحدة، واحد مصور وحدة، يبطش فيه، يطبق القانون ما يخاف من أحد. واللي أرسل هالبنت على بن مغنية نصحها عدل، يعني قال لها إذا رحتي حق بن مغنية هذا راح يساعدك. شمعنا بن مغنية هو اللي يساعدها؟ يعني ما يساعدونها باقي الضباط؟ أنا أقول لكم ليش، لأن اللي ورا هالقصة هذه إنسان كبير اللي هو منه الحاج ثابت. ليش؟ منه هذا يا أبو طلال؟ على طول بن مغنية هذا العميد راح جمع قوة من الأفراد اللي عنده وقالوا ممشوا معاي، وخذ البنت معه قالها دليني على شقته. ويجون عند عمارة، يوم جو عند العمارة
وقالت له هذه شقتها في الدور الفلاني مثلا، والسيارة هذه اللي واقفة تحت العمارة هذه سيارته. انصدم مصطفى بن مغنية العميد هذا. ليش؟ عرف صاحب السيارة. صاحب السيارة منو؟ الحاج ثابت. منو الحاج ثابت؟ هي في البداية شو تقول له؟ واحد قال له حميد. ما تبي تقول له الحاج ثابت، ما تبي تقول له منو هذا، لأن اللي نصحها أن تروح له قال لها دربالك تقولي له منو هالشخص، لكن قولي له مواصفاته، وين مكانه، وين سيارته، وخليه هو اللي يكتشف. وفعلا نجحت الخطة. لما راح وشاف السيارة وشاف الشقة عرف ان هذه سيارة عميد ينقال الحاج ثابت. لكن عميد وين؟ عميد بالاتصالات الاستخباراتية، يعني من ارفع المستويات اللي موجودة في رجال الامن، وشخصية واصلة جدا. البنت هذه لما راحت تشتكي راحت الى اكثر من مكان، ما حد استقبل شكوتها لما سمعوا ان الموضوع فيه حاج ثابت، والكل ما حب يتورط. لكن رغم هالشيء ورغم ان بن مغنية عرف منه هالشخص هذا المتهم، لكن قال انا ما راح اتراجع. بالعربي الموضوع كبير جدا بالنسبة له، لكن اصطدم مع مبادئه. قال انا علي وعلى القانون اطبق بحذافيره، ما لي شغل منو يكون هالشخص هذا. قالها ارجعوا لحد يداهم، خلونا نرجع المكتب مرة ثانية نحقق. قعد ياخذ منها التفاصيل وكذا، وكتب تقرير كامل ويبي يتأكد من صحة كلامها، لأنه ممكن صاحب السيارة هذه اللي يستخدمها ما يكون هو نفس العميد اللي هو الحاج ثابت، يمكن واحد ثاني مستخدمها يبي يورط العميد، يمكن هالبنت هذه متزوزة يعني علشان تورطه. لكنه تأكد من كلامها ان كذلك في تسجيلات كثيره موجوده داخل شقه العميد. سوى تقرير ورجع مره ثانيه الى الشقه، داهمها والعميد كان موجود، وقام وتحفظ على جميع الاشرطه والتسجيلات والكاميرا. كان حاط كاميرا هذا العميد اللي هو الحاج ثابت داخل مزهريه يصور النساء. تبون الصدمه في الموضوع؟ الأشرطة اللي تم التحفظ عليها كان يصورها العميد الحاج ثابت لفتيات، منهم قاصرات ومنهم كبار في العمر، لألف وستمية امرأة. 520 تقريبا اغتصبهم اغتصاب، ومنهم كان خاطفهم، ومنهم صغار في العمر، ومنهم شيء كان صدمة لرجال الأمن. بن مغنية خلاص صامل للرجال، قال والله ما هده، ألقى القبض على الحاج ثابت وأحال للمركز وخذ الأشرطة والإثباتات كلها، وكتب تقرير ورفع حق منه حق مديره، مدير الأمن هذا الكبير، سلم التقرير والشكوى بالكامل ومع جميع الأدلة. ايش قال المدير هذا؟ قال اشوف يا بن مغنية يعطيك العافية وما قصرت وسويت اللي عليك، لكن ابي منك طلب، التحقيق كله يكون سري وابدا لا تستدعي احد من اطراف القضية، يعني شخص جديد. انتبه، وين الحاج ثابت؟ قال الحاج ثابت انا احلت للنيابة. قال لا ما في مشكلة. بعدها بيومين ثلاثة بن مغنية طلع من الموضوع ومنتظر أي استفسار حول القضية. الموضوع وصل عند مديرهم شوي، ولا مار عليه الحاج ثابت في مركز الشرطة يطالع بن مغنية ويضحك. انصدم بن مغنية. لا تبون الصدمة؟ الحاج ثابت رد دوامه ولا كأنه صار شيء. راح اليوم اللي بعده بن مغنية راح حق مديرهم يبي يفهم شو صاير. لما دخل المكتب ولا الحاج ثابت قاعد جنب المدير،
يسولف وياه، فهم الموضوع، سكت بالمغنية واستأذن ومشى. قال أنا مالي شغل، أنا أديت اللي علي وجازفت، لأن هذا كذلك عميد ومستوى رفيع ومخابرات وما أدري شنو، يعني ما حد تجرأ إنه يرفعه. هو كان متوقع أن الموضوع راح يعني يتحرك وإنه يسجنونه ويفتحون الملفات. شاف كل شيء تم طمطمته وكذا، مو فاهم شو السالفة. قال أنا أديت الدور اللي علي. بعدها بعشرة أيام 12 يوم ولا ناقلين بن مغنية من المركز اللي هو فيه ومودينا مركز بعيد، وهذا المركز البعيد يعني أقل مستوى من مكانه. هني عرف أن السالفة راح تنقلب عليه، حتى أنه صار يعني ملطشة عند ربعه اللي هم القيادات الثانية. هو مستانس أنه يعني أحال ملف قضية كبير وحال تحالة، ويكافئون العكس، رادينا إلى مركز بعيد ما له أي قيمة بالنسبة له. يعني أقصد هو مستويات أنتم عارفين يعني. فعرف أن هذا كعقوبة له أنه تجرأ وفتح ملف، أو أنه يعني أثار البلبلة وكذا، أو شوه سمعة رجل أمن من هالكلام هذا، يعني جعل عكس توقعه. وتقعد السالفة 3 سنوات إلى عام 93. 93 الظاهر في واحد كبير واصل نبش الموضوع ويبي ينتقم من الحاج ثابت، وعرف بهالسالفة هذه، قام ونشرها في جميع الصحف وتفجر الأمر بشكل كبير، وقاموا يتكلمون عن الأفلام الموجودة اللي تم التحفظ عليها في النيابة، ومنو المتهمين الموجودين، ومنو بعض النساء اللي موجودة مع الحاج ثابت وشخصيات كبيرة، وبلاوي وتصير فضيحة القرن. الكل قام يسولف، انصدموا. 1600 امرأة، شيء خيالي، لا من بينهم بنات يعني عوائل ومسؤولين، وهذا ظاهر شغال عليهم، يا يخطف يا يغتصب، يا واحدة مثلا عندها مشكلة جاية الأمن يستغلها، يا يجيبهم بفلوس، يا ما أدري شو يسوي، لعب فيهم لعب لا، ويهددهم بالأفلام وكذا. جابوا بالمغنية بعد 3 سنوات لما تفجر الوضع، وصار لازم أن يكون في ضحايا في الموضوع. الموضوع انكشف في الإعلام. علشان كذي أنا أقول لكم ترى شنو دور الإعلام في الجريمة. مرات يعني الإعلام يدفع بالجهاز الأمني لي يعني ما ودي أقول لكم إن الجهاز الأمني مقصر، لا أنا ما أقصد كذي، أقصد إنه مرات يكون في تقاعس، مرات تكون في ضغوطات من جهات أخرى، يعني مو شرط يكون من القيادات نفسها، ضغوطات سياسية، ضغوطات شعبية، عرفت شلون؟ فلما يكون في ضغط صحفي إعلامي يكشف الجريمة، يضطر الجهاز الأمني إنه يعلن للجميع التحقيقات بشفافية إلى أن يتم تنفيذ الحكم. وهذا هو الأفضل شيء علشان تمنع الواسطات وتمنع التدخلات السياسية والمحسوبيات. وهذا اللي حصل في قضية الحاج ثابت. يوم الموضوع طلع بالصحافة قالوا خلاص، من اللي كشف الموضوع أول واحد، ومن اللي دخل الشقة، ومن اللي تحفظ على الأشرطة؟ بن مغنية. روحوا جيبوا بن مغنية اللي كانوا قاطينه في مركز بعيد، ويجيبون بن مغنية. تعال، توقعوا الصدمة اللي خذاها المسكين. قالوا له أنت متهم بالتستر على الحاج ثابت وإتلاف الأدلة. قال لهم أنا تسترت على الحاج ثابت؟ بالعكس، أنا اللي داهمته، وأنا اللي خذيت الأشرطة، وأنا خذيت شكوة البنت وكتبت تقرير وسلمته حق مديري. يوم سألوا المدير قال لا كذاب. قالوا حق من مغنية، يبقى مدير يقول لا كذاب، ما أعطاني تقرير. الأوعاشي هذا يسمونه الأوعاشي اللي هو المدير، انصدم بالمغنية، قال أقسم بالله أنا سلمته وكذا وكذا. زين ليش
نقلني. قول له ليش نقلني من مركزي إلى مركز بعيد عن بيتي وعن أهلي وعن شغلي؟ ليش؟ علشان هالسالفة هذه. قالوا له زين كتبت أنت محضر في القضية لما جتك البنت، ليش ما قيدت المحضر دفتر الأحوال مثلا؟ أذكر أن في واحدة جت وكذا كذا، أنت مو ذاكر. قال لأني أنا قدمت التقرير كامل مفصل مع الأشرطة مع كل شيء وسلمته للنيابة وسلمته لمديري لو عاشي هذا. قال لا لا يا حبيبي، مديرك يقول انه هو اللي تستر واتلف الادلة اللي هي شنو؟ الاشرطة اللي هي 118 شريط سجل فيه اللي هو حاج ثابت المغتصب العميد المغتصب 1600 ضحية. يعني بالعربي يبون يلبسون بن مغنية السالفة ويروح بن مغنية وين؟ للمحاكمة. طبعا الحاج ثابت على طول راح ملح وصار الموضوع كبير جدا وسياسي وعوائل تدخلت ومسؤولين تدخلوا وانقلبت الدنيا. مالكم بالطويلة، احكموا على الحاج ثابت بالإعدام. واستمرت المحاكمة يعني فترة طويلة إلى أن تم تنفيذ فيه حكم الإعدام في أواخر عام 93. شو اللي حصل مع بن مغنية؟ بن مغنية حاكموه على الموضوع، افصلوه من عمله وسجنوه 10 سنوات، وأثناء ما كان داخل السجن اطردوا عياله من السكن لأنهم كانوا معطينا يسمونه السكن الأمني أو يعني حق القيادات يعطونهم سكن. اطردوا عياله هو داخل السجن، ولما طلع بعد 10 سنوات من الهم والغم وصابه المرض المسكين وقام يشحذ قبل يعني بسنة 2000، طلع تقريبا 2000 وشوي، لما طلع رجل يعني على الحديدة ما يملك شيء من الدنيا، كان يدور عياله المساكين اللي مسجون على قضايا مالية، اللي مسكين عليه ديون، زوجته تعبانة ومريضة تبي تموت، عياله مو لاقين سكن، حالته بالويل. هالعميد هذا مسوي معاه لقاء. يا جماعة إذا سمعتوا اللقاء أنا متأكد أنكم راح تبكون. يحزن لكنه قال حكمة. يقول الناس تستغل فيك الميزة المعروفة عنك علشان تصفي حساباتها مع الآخرين، يعني يشوفونك أنت رجل طيب وتحب تطبق القانون وكذا، فيقومون يرسلوا لك البنت هذه علشان يعرفونك انت اذا دريت في القضية راح تفزع مع البنت، فهم بهالطريقة هذه يتخلصون من عدوهم عن طريق طيبتك وانت اللي بالنهاية تاكلها. وهذا فعلا اللي حصل معه، والى اليوم المسكين موجود بالشوارع يشحذ، حالته يعني تصب على الكافر على قولتهم. مالكم بالطويلة، وهني انتهت قضية الحاج ثابت وله صور وفيديوهات. لو تكتبون الحاج ثابت راح تطلع لكم بلاوي العميد المغتصب اللي اغتصب 1600 امرأة. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم، ولا تنسون اللي عنده قصة يراسلني على الإيميل وأنا مستعد أني أبحث فيها على حسب طبعا أهميتها أو تفاصيلها الغريبة، لأني أنا عندي قصص كثيرة بس أنا أبحث يا جماعة عن قصة تكون غريبة تفاصيلها غريبة، تكون قصة مثلا يعني غير معروفة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.